وشوف بعينك انت هاي الاحواض كلها هسه فارغه بسبب المياه، خسرنا بها الاسماك لانه ما استفادنا بها بصراحه. ذيك السنين لا استفادينا، بس هاي السنين من قله المياه وزاد قله جفاف المياه يعني زادت الامراض علينا. من زادت الامراض الاسماك تمرضت يعني، فانتاجيتها قلت وتاذينا من عندها وخسرنا في نفس الوقت. يعني بدل ما كنا احنا كنا 20 طن او 40 طن صار هالداره ماكو ما يسدد حتى سعر الاسماك اللي تجيبها. فاحنا هالحاله يا بالله قلت من قل الانتاج توقفنا عن العمل، ما نقدر بعد نشتغل. يعني كم ان كانت الانهر شويه ميها مرتفع ومجاري مثل ما نقول احنا نعبر عليه، يعني كان يوصلنا مي عذب بالابار مالتنا، كنا نقدر نستفاد من المي اللي جينا من البير. هسه يعني من قام يقل المي شوي شوي قام يصعد الكبريت عندنا بالمي مالت البير، وهذا يسبب هلاكات، يعني يسبب هلاكات مو بس يعني حتى الانسان اذا استخدمه يعني يتمرض او هيك يصير به. فكيف الاسماك هي ادق يعني تفاصيلها. يعني هو مو نوع واحد المرض هذا، هاي قطنيه باش تسوي بالسمكه تعميها عمت السهاي بعد ما تاكل فش تسوي؟ تموت. السمكه عادله بس ما ادري وين تروح. نتيجه ركود المياه وعدم جريانها مما ادى الى انتشار بعض الامراض وخاصه مرض الكيو هربس اللي حاليا موجود في المؤشر في الايام السابقه. هذا المرض فتاك ومهم اضافه الى الامراض السابقه اللي هو يعني تؤشرت في محافظه النجف وادت الى نفوق اعداد كبيره من الاسماك واثرت تاثير كبير على انتاجيتها. وهي معاناتنا، سجل المواطنين تقول له بهالقد فلوس، تقول له ب 40 50000 دينار يضرب بطناش ويشرد. تقول له الكيلو 7000 ما عندي، يقول لك العم ما عندي. تجي الحبشه 8000 دينار، الله يقبل محمد 8000 دينار الحبشه. ما عنده، مين يجي؟ الا يموت 15000 دينار، يشتري كيلو ب 30000 دينار؟ ما يصير. هذا مين؟ من الماي. ماي ماكو عمي. فكان بالسبوع انا اكل يمكن العائله مالتي تاكل 3 مرات ايش قد، هسه يجوز بالشهر يجوز اكل مره. يعني فرق هواي، يعني السمك غالي، فلوس ماكو، الماي ماكو.